أبو علي من ديالة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله الأخوي أبو علي. شلونك أستاذ؟ عيني شلون الصحة؟ أهلا وسهلا. عيني أنا عندي أطفالي بالمدرسة الحكومية حاطهم. نعم. واحد بالثاني واحد بالثاني. ثاني ابتدائي؟ وراح البنية لسه الابتدائي راحت. طيب. وأذنقلهم بالتاسع بدل النقل. نعم. هذا الكتاب الحكومية أعطوني موافقة الحكومية. يعني هم كانوا أهلية وتريد تنقلهم للحكومية؟ إي أرجحهم الحكومية. زين. ورحت رحبوا بي وانطوني موافقه ورحت وديتها للاهل، الاهليه اخذتهن. نعم. تقول لي ما اعطيك الوثائق اذا ما تعطيني مليونين، وانا ما مطلوب لا قسط ولا اي مستحقات عندي، سدد كامل. ليش تطلب منك مليونين؟ ما شنو؟ تعطيني مليونين. اعرف، لو تبقى تكمل المدرسه تكمل يمي للسادس. تبقى تكمل، لو تعطيني مليونين اعطيك الوثائق. زين، هي ايش قد اقساط المدرسه السنويه؟ 160 اعطيها انا. شلون؟ 160 وصل يعني 1,440,000 بالسنة. طيب تقول لك اعطيني مليونين واعطيك الوثائق. اعطيني مليونين. زين ما راح تقدمت شكوى في وزارة التربية؟ انا قدمت شكوى للتربية مشيت. نعم. رحت قدمت شكوى مشيت بس بعدها يعني ما قام الدعوة. ورحت اليوم اختي قالت لها هيجي قالت لا عيني روح اشتكي لو حتى رئيس وزراء روح اشتكي. اها. تقول لي. طيب وين بالضبط هذا الموضوع؟ بسبعة نيسان مدرسة ركاز المعرفة. سبعة نيسان ركاز المعرفة. يعني أنا بس أرد أسأل سؤال، أنت ليش ما رحت إلى المديرية العامة الموجودة وقدمت شكوى بخصوص؟ رحت أنا قدمت الطلب هسه والدعوة ماشية عم بشتكي أنا، بس أنا هسه راح يبدي الدوام بعد ما راح يلحقون الدعوة لو ما تمشي فلما هذه يعني ما أعرف. طيب طلب من عندك أدلة؟ بعد ما طلبوا من بعد قدمت الدعوة كاملة هسه بل شورى طلب يعني. زين انت ليش ما شرحت لهم الموضوع انه مثلا هذه ما تقبل من دون شكوى اقصد؟ ما قالوا اقدم شكوى. طيب وش قد صار للموضوع؟ قدمت شكوى من 1/9 من بدا النقل. نعم. ايه لحد الان يعني رحت علي الدعوه بعدها ما كامله لحد الان يعني المشرفه وما جاي عندها امتحانات ما مستلمه الدعوه بعدها. طيب. رحت اختي راحت عليها لشوف غير رايها لا قالت والله الحكي نفس الحكي. تعطوني مليون انا اعطيكم، ما تعطوني مليون، قالت لها وين تشتكون راح اشتكون. ها يعني بعدها مصره على موقفها. مصره اي قلت بكر غيرت رايها صار اسبوعين بكر غيرت شيء، قالت نفس قالت تقول لي نفس الحكي عيني. زين ما قلت لها ليش يعني شنو السبب اللي تريدين فلوس؟ قلت لها السبب شنو؟ تقول لي والله احنا قانون وعندي كتابه من التربيه انا هيك صلاحيتي. تعطوني مليونين؟ يعني اكو قصدها تقول لي اكو كتابه من التربيه انه كل طالب يحول من اهل الحكومه يدفع مليونين؟ اي وبالتربيه انا سالت قالوا ماكو هيك قانون، اذا مطلوب مستحقات السدد يعطوك الوثائق، واذا ما مطلوب ماكو هيك بالتربيه. طيب. يعني سالت الصراحه قالوا ماكو هيك. زين تمام، يوصل صوتك ان شاء الله اخوي ابو علي، شكرا جزيلا.